شوف منظر الثلج هلا. يعطيكم العافية، نحن عند خوليو سمعان، سيزار سمعان بمنطقة اللؤلؤ، 1800 متر. رح نطلع على المشروع لفوق. ما تخافوا هلا نقدر نزمط. يلا مجبورين نطلع زحف. صحيح، هذا الدرج اللي بيطلع على الشاليه الفوقانيه، تفرجوا هون بدنا نطلع زحف تنقدر نزمط. بذكركم انه نحن بشهر اذار، منتصف شهر اذار، مش من قليل جنودنا بيقولوا اذار الغدار. هاي النتيجه، هون بنطلع بنوصل على اول طابق وفوق ثاني طابق. اول طابق ليكوا الشاليات شو صار فيها، ما بقى في شاليات. حاولنا نفتح هون لنكفي بقى هونيك. مش معقول بدهم يجربوا الشباب يفتحوا كلوار من هون، ليكوا التكسير، طيب يقدروا يفوتوا على قلب الشاليات اللي هو من هون. هلا هيدا كلياته ولا شو؟ يعني مثل هديك المرة الوضع، يمكن أضرب حتى. عم بيقصوا الشباب الخشب يرجعوا يعملوا صيانة. هيدا هون الساحة، مطرح أنا واقف للساحة تقريبا في شي 5 أمتار تحت، من تحت لفوق ليكوا في مطمومة طم. شوفوا شي مش طبيعي، كمية تلج هيلي.